رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة بصدد مناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينهي عملياته في جنين بعد يومين من العدوان أوقع 12 شهيدا وعشرات الجرحى. وفي أخبارنا الاقتصادية، المالية تعلن صرف مستحقات المصدرين بالمرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري الأسبوع المقبل. مشاهدي الكرام، أهلا بحضراتكم ومرحبا. نشرة أخبار الثانية، التفاصيل. وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو التي استعاد الشعب بها وطنه وأنقذ البلاد من الفوضى والانهيار. كذلك لتمارس الدولة هيبتها ودورها الوطني في بناء الحاضر وتأمين المستقبل. وخلال اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد مدبولي أن الحكومة ستعمل على مناقشة الإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، كما ستبني على ما تم اتخاذه خلال الفترة الماضية لمضاعفة استثمارات القطاع الخاص وتفعيل الحوافز والتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات. شهد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي التوقيع على اتفاقية لتخصيص قطعة أرض لشركة سكاتك النرويجية لإقامة محطة طاقة رياح غرب سوهاج بقدرة 5 جيجاوات وباستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار. وعقب توقيع الاتفاقية بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى بقوة نحو تعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وذلك لتنويع مصادر الطاقة لعملية التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية بمصر. كما شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقدي شراكة جديدين بين شركة سيتي ايج للتطوير العقاري نيابة عن وزارة الإسكان ومجموعة هيلتون بشأن إدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، الأول بمنطقة أبراج مثلث مسبير والثاني بمنطقة سور مجرى العيون. للمزيد من تفاصيل مشاهدية الكرام، ينضم إلي هاتفيا دكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي بجامعة السويس. أهلا بك دكتور محمد. إذن شركة لتشغيل فندقين جديدين بمثلث مسبير وكذلك لإقامة محطة طاقة رياح غرب سوهاج باستثمارات تقدر ب5 مليارات دولار، خطوات اقتصادية واستثمارات مهمة للغاية، كيف ترصد ما تم توقيعه من اتفاقات؟ في البداية برحب بحضرتكم أستاذ المشاهدين. طبعا بنشوف النهاردة الدولة هي بتعكف على تبذل كل جهدها النهاردة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالداخل المصري وتوقيع شراكات ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والشريك التكنولوجي لتوطين صناعات جديده يمكن من اهمها النهارده مصادر الطاقه، والنهارده بنتكلم على التطوير العمراني في كافه القطاعات. كل هذه الامور طبعا في اطار الاستغلال الامثل لكافه الموارد اللي تمتلكها الدوله وتعظيم الاستفاده من هذه الموارد وخلق الشراكات واتاحه الفرصه للقطاع الخاص حتى يتبوأ مكانه في اداره عجله الانتاج من جديد. نعم. يعني التوقيع مع شركات لها اسم وكذلك يعني لها سمعة عالمية، كذلك مسألة قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تتخذ حديثا من أجل تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات أيضا، كيف تقرأ هذا في هذا التوقيت؟ أتحدث عن توقيت ربما يموج فيه الاقتصاد العالمي بمشكلات عديدة تنعكس على الاقتصادات الداخلية الجزئية للدول. إذا حضرتك تفضلت، الأزمات العالمية اللي بيمر بها العالم النهارده يمكن زي ما تسببت النهارده في تراجع أغلب اقتصادات العالم، سلطت الضوء على الفرص الاستثمارية اللي بتمتلكها مصر، ويمكن هي النهارده القوة بتشتغل على هذا الملف تحديدا من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثماريه اللي بتمتلكها مصر، ويمكن اللي اشتغلت عليها في خلال
التسع سنين الماضيه من خلال استحداث بنيه تحتيه للقدره على انجاح المشروعات، استحداث البنيه التشريعيه وتعديلها لمواجهه العقبات اللي كانت بتقابل المستثمرين. ويمكن النهارده مجلس اعلى الاستثمار عكس في الفتره الماضيه على ازاله اللبس او المعوقات اللي كانت بتواجه المستثمر. اعتقد ده كله بنشوف له اجابات النهارده من خلال توقيع الشراكات على ارض الواقع في ظل تراجع اغلب مستويات العالم. ما زلنا النهارده الحمد لله مصر قادره على جذب استثمارات جديده، وفي اكثر من قطاع. النهارده بتكلم عن قطاع الطاقه في كافه مجالاته اللي هي الهيدروجين الاخضر والاقتصاد الاخضر في كافه قطاعاته. النهارده بتكلم على مشاريع طاقه ومجتمعات عمرانيه جديده. فكل هذه الامور طبعا كانت صعبه الحدوث بظل الازمات اللي كانت موجوده في الداخل المصري، لكن النهارده بالاراده السياسيه واللي بنشوفها النهارده بشكل ايجابي لازاله المعوقات اللي كانت بتقابل الاستثمار، وشفناها النهارده بتشكيل مجلس اعلى للاستثمار يزيل هذه المعوقات، اعتقد ان في خطوات ايجابيه محموده ويعني جديره بالاشاده. ويمكن من ضمن ايجابياتها اللي احنا بنشهده النهارده من توقيع شراكات على ارض الواقع بتدعم الاقتصاد المصري وتنميه في كافه القطاعات وليس في قطاع بعيد. نعم، مهم للغايه. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي بجامعه السويس. شنت الطائرات الإسرائيلية فجر اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت موقعا عسكريا لحركة حماس في شمال غزة من دون وقوع إصابات. في غضون ذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء العملية العسكرية الموسعة على مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة والتي استمرت نحو يومين، سقط خلالهما 12 شهيدا وأكثر من 120 مصابا، كما اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 100 فلسطيني خلال العملية، وأجبرت نحو 3000 شخص على النزوح من المخيم. هذا وأدان الأزهر الشريف واستنكر بشدة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة والتي أسفرت عن وقوع شهداء ومصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء، وبما يعكس الإصرار على مواصلة الاعتداءات والاقتحامات وارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني. ودعا الأزهر الشريف لاتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد تجاه هذه الانتهاكات المتكررة التي ينتهجها الاحتلال في جنين، كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري على الأراضي الفلسطينية المحتلة. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية شن سلاح الجو 13 غارة خلال 24 ساعة الماضية على مجموعات أفراد روسية وأنظمة صواريخ للدفاع الجوي وموقع قيادة روسي. يأتي هذا بينما قال حاكم كورسك وبيلغرود في روسيا إن المنطقتين تعرضتا لقصف أوكراني عبر الحدود في الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرة إلى وقوع إصابات. وكانت روسيا قد أكدت أن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على أراضيها لم تكن ممكنة لولا دعم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. وقالت الخارجية الروسية إن الغرب يدرب مشغلي مسيرات ويوفر المعلومات اللازمة لارتكاب هذه الجرائم. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت 4 طائرات مسيرة في موسكو وطائرة خامسة في محيطها، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار جراء هذا الهجوم. يأتي هذا في وقت أعلن فيه الكرملين الروسي عن أن محاولات التخريب التي تخطط لها كييف في محطة زابوريجيا النووية ستكون لها عواقب وخيمة، حيث تبادل طرفان الاتهامات باستفزاز وشيك. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الوضع متوتر للغاية لأن خطر قيام نظام كييف بعمل تخريبي يبدو مرتفعا للغاية، ومن الممكن أن تكون تداعياته كارثية.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الوضع الحالي للاقتصاد الروسي أفضل مما كان متوقعا في وقت سابق، مضيفا في اجتماع مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أنه سيتم الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين في المستقبل. وشدد بوتين على أن الأمر مهم للغاية، ولكن نفس القدر من الأهمية هو حقيقة أن النتائج التي حصلنا عليها أفضل مما كان متوقعا في وقت سابق، وهذا يبشر بالوفاء بجميع المهام على الأقل في غضون عام. أكدت الداخلية الفرنسية عودة الهدوء ليلة الماضية إلى جميع أنحاء فرنسا، حيث تم توقيف 16 شخصا في مناطق مختلفة بينهم 7 في باريس وضواحيها. كانت فرنسا قد شهدت أعمال شغب وتخريب ونهب منذ 27 من الشهر الماضي إثر مقتل الفتى نائل برصاص شرطي غربي باريس. أعلنت كوريا الجنوبية أن القمر الصناعي الكوري الشمالي الذي سقط في البحر الأصفر أواخر شهر مايو الماضي بعد فشل عملية إطلاقه ليست له أي جدوى عسكرية. وقالت وزارة الدفاع في سول إن فريق من الخبراء بكوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلص بعد تحليل مفصل لأجزاء من الحطام أن القمر الصناعي كان بلا فائدة عسكرية ولا يملك قدرات للاستطلاع ولا التجسس بعكس ما تدعي بيونغ يانغ، ولا يمثل أي خطر على أمن شبه الجزيرة الكورية. أعربت بكين عن معارضتها الشديدة لصفقات بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان، واتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة بتجاهل مخاوف الصين الأساسية وتدخلها في شؤون داخلية الصين، كذا تأجيج التوتر عمدا في مضيق تايوان. بحسب تعبير المتحدث، كانت واشنطن قد أعلنت الأسبوع الماضي موافقتها على بيع ذخيرة حية وتقديم دعم لوجستي لتايوان في صفقتين منفصلتين تصل قيمتهما إلى 440 مليون دولار. قتل 15 شخصا جراء موجة أمطار غزيرة في جنوب غرب الصين، وذكرت وكالة الأنباء الصينية أنه يجرى البحث عن عدد من المفقودين جراء هطول الأمطار الغزيرة بعدة مناطق بمقاطعة تشونغتشينغ شمال غرب الصين، مشيرة إلى إجلاء آلاف الأسر من المناطق المنكوبة. استقبلت عيادات البعثة الطبية بمكة المكرمة والمدينة المنورة أكثر من 21 ألف حاج لتقديم الخدمات العلاجية والدوائية لهم من خلال 21 عيادة طبية بمقر إقامة الحجيج المصريين على مدار الأيام الماضية. نتابع هذا التقرير. في إطار العمل على توفير بيئة صحية آمنة لضيوف الرحمن بعد أداء المشاعر بأماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، يتواصل عمل عيادات البعثة الطبية المصرية وعلى مدار الساعة في تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية لضيوف الرحمن من الحجاج المصريين بتخصصات الطبية كافة وسط أجواء روحانية عالية. وصلنا لحوالي 22800 متردد على العيادات الخارجية، ويتواجد 60 حالة بالمستشفيات يتم المرور عليه مرتين يوميا، و8 حالات غسيل كلى. وإحنا مع الحجاج لحظة بلحظة حتى مغادرة آخر حاج مصري إلى أرض الوطن بسلامة الله إن شاء الله. إحنا متوسط التردد على العيادات حوالي من 1500 إلى 2000 حاج يوميا، بيتم تقديم الخدمة الطبية ليهم في مختلف الفنادق المتواجدين فيها. احنا العيادات منتشرة في كل الفنادق اللي متواجد فيها الحجاج المصريين، سواء للحجاج القرعة او حجاج التضامن او حجاج السياحة. كان في ضغط على العيادات بطريقة اكتر شوية اكتر من الطبيعي، بس الحمد لله كانت الدنيا مستمرة وما فيش فيها مشاكل خالص. بالنسبة برضو بالنسبة الادوية وتوفرها، الحمد لله في دعم بيتم لكل العيادات مثلا مرتين او ثلاثة في اليوم على حسب يحتاج الاصناف. مثلا الصنف اللي قرب يخلص نبتدي ندعم الصنف على طول عشان خاطر برضه نقدر نلبي احتياجات كل الحجاج الحمد لله. معظم الحالات المرضيه من الحجاج المصريين الذين ترددوا على العيادات الطبيه تعاني من اجهاد ونزلات برد. فيه ملاحظ اعداد كثيره بتعاني من امراض تنفسيه
سواء كان ارتفاع في درجات الحرارة أو كحة أو غيره. بفضل الله عز وجل الأدوية متوفرة، مضادات الفيروسات متوفرة، مضادات الحيوية متوفرة، جلسات الاستنشاء متوفرة بفضل الله، والبعثة بقيادة الدكتور محمد حسان وسعد الوزير بتأدي الدور على أكمل وجه، ونتمنى إن شاء الله عز وجل أن الحجاج يرجعوا لبيوتهم سالمين غانمين. كما يقوم فريق الطب الوقائي للبعثة بعمل إرشادات ونصائح توعوية للوقاية من الأمراض المعدية بعيادات البعثة الطبية. نحاول نوعي الحالات بقدر الامكان. اولا في حاله ظهور اي اعراض بالنسبه للبرد والانفلونزا نتوجه للعياده الطبيه لاخذ العلاجات المناسبه، مع الالتزام بلبس الواقيات والكمامات لمنع انتشار العدوى اكثر من كذا، مع التوعيه بالراحه المطلوبه بعد اداء المناسك وشرب السوائل الدافيه واخذ العلاج المناسب. قبول واستحسان من قبل ضيوف الرحمن لما يقدم لهم من خدمات علاجيه على مدار الساعه. دكاتره بسم الله ما شاء الله يعني لا زوري وكده، فكتبوا لي العلاج والحمد لله، حتى ادوني بسط العضلات لاني بشتكي من عضلاتي جامد قوي يعني. بسط عضلات وعطاني من المعده وعطاني لدور البرد وعطاني مرهم لرجلي الحمد لله، وهم محترمين اخر احترام هنا وفي كل حته يعني. عندي ديك تنفس عضل العلاج، وراح ناخذ جلسه تنفس وخال. خدمات علاجية ووقائية تقدم على مدار الساعة بعيادات البعثة الطبية المصرية لتوفير بيئة صحية آمنة لضيوف الرحمن لعودة سالمين غانمين لأرض الوطن. محمد حلمي، التلفزيون المصري. تفقد دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة عددا من المقرات المختلفة لحملة 100 يوم صحة في قرى محافظة الفيوم، واطمأن وزير الصحة على سير المبادرة وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة للمواطنين بالمجان. فيعني خدوا بالكم، الخلفة حلوة وخير من عند ربنا ورزق، محدش قال حاجة، لكن المهم كمان ان احنا نخلي الولاد بصحة جيدة وانتوا كمان تكونوا بصحة جيدة، كل سنة وانتم طيبين. في حديث لوزير الصحة والسكان مع المواطنين في الفيوم تظهر المسؤولية المجتمعية في الإرشاد والتوعية بشأن الصحة الإنجابية ومحاور أخرى تشمل صحتهم بشكل عام. حديث انتقل فيه الوزير للاستماع إلى مشكلتهم بجانب تفقده لعمل الفرق الطبية في مبادرة 100 يوم صحة. في 100 يوم صحة لجأنا إلى أسلوب تاني، إن احنا نروح بنفسنا للأماكن اللي فيها تجمعات، زي اللي شايفين ورانا كده، قرى يمكن يكون محرومة من بعض التخصصات، بننتقل من خلال قوافل علاجية، بننتقل من خلال بعض العيادات المتنقلة. لحد النهاردة 9 يوم في المبادرة أو في الانيشيتيف أو ما احنا عملناها. النهاردة بنتكلم على 588,000، واحنا كنا بنتكلم فترة أعياد، فاحنا مصممين ان في 100 يوم دول نصل الى ملايين، ويبقى في شهادات دولية في 100 يوم تقدر تغطي خدمات صحية متنوعة لكل محافظات الجمهورية إن شاء الله. التفقد الميداني تنوع بين القوافل الطبية في شوارع الفيوم وكذا المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية للاطمئنان على توصيل الخدمات الطبية المتنوعة إلى المواطنين بشكل كامل ومتابعة الموقف الصحي لهم فيما بعد. على حسب الست محتاجة تعمل مباعدة قد إيه بين الطفل والطفل، وعلى حسب برضو هي تاريخها المرضي إيه ينفع معاها أي وسيلة، بنتفق على وسيلة وبنتابع معاها وبنديها كارت متابعة وإن شاء الله بتتابع معانا كل فترة. وبتقدم الوسيلة بالمجان؟ أيوة طبعا، كل الوسائل مجانية. كويسين والله، الله أكبر، دخلت الدكتورة كشفت عليا كويس وعطتني جاي أخد وسيلة. حلو يعني كشفوا عليه وعطوني عليه جو. عطوكي إيه؟ عليه جو. في مبادرة 100 يوم صحة تدفع الوزارة بست سيارات لتقديم خدمة الماموجرام، بالإضافة لسيارة هي الأولى من نوعها في أفريقيا للفحص بالرنين المغناطيسي، وسيارات ثلاث للأشعة المقطعية، مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة. انزل واكشف واطمن، رسالة توجهها الدولة المصرية من خلال مبادرة 100 يوم صحة لكل المواطنين عبر 5000 وحدة رعاية أساسية و700 مستشفى وأكثر من 500 قافلة طبية. مبادرة تكثف في أيامها المئة تقديم الخدمات الصحية المتنوعة للفئات العمرية المختلفة وللجنسين، ما بين تقديم خدمات وقائية وأخرى علاجية دون نسيان الشق التوعوي للحفاظ على صحة المواطنين. من الفيوم، أحمد نبيل، التلفزيون المصري.
أعلنت وزارة النقل تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة دون رسوم لجذب أصحاب الملاك لاستخدام وسائل النقل العامة. كما أعلنت وزارة النقل توفير أتوبيسات للربط بين محطات القطار الكهربائي الخفيف ومدن شرق القاهرة. من العاصمة الإدارية الجديدة وإليها ولربطها بالمدن العمرانية يمتد مسار القطار الكهربائي الخفيف، وسيلة نقل جماعية ذكية وخضراء يبلغ طول خطوطه 105 كيلومترات بعدد 19 محطة. تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه في 3 يوليو من العام الفائت بطول 70 كيلومتر وبعدد 12 محطة، وبطول 20 كيلومتر يجري تنفيذ المرحلة الثالثة منه بعدد 4 محطات. أما المرحلة الرابعة من المشروع والتي تمتد لطول 16 كيلومتر فيجري تنفيذها بعدد 3 محطات. يبدأ مسار القطار الكهربائي الخفيف من محطة عدل منصور المركزية التبادلية العملاقة وحتى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، يوفر الوقت ويسهم في نقل المواطنين والعاملين إلى العاصمة الإدارية والمدن العمرانية الجديدة والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان. القطار الكهربائي الخفيف ومن خلال ربطه بمحطة عدل منصور التبادلية العملاقة يتكامل مع مجمع نقل ضخم وموقف أتوبيسات إقليمي، يتكامل كذلك مع الطريق الدائري والدائري الإقليمي وطريق مصر الإسماعيلية وطريق بلبيس، كما يتكامل مع مونوريل شرق القاهرة ليخدم الكثير من المناطق السكنية والتجمعات الصناعية وأماكن الخدمات المختلفة، حيث توجد محطات على هذه المحاور تحتوي على أماكن انتظار ضخمة لتوفير خدمة ركن السيارات واستقلال القطار أو ما يعرف بـ Park and Ride، أمر يعمل على تحقيق هدف وزارة النقل لتعظيم النقل الجماعي بما يسهم في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة وتحقيق السيولات المرورية. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. أخبار الاقتصاد لنشرة الثانية، نجدد التحية. شهدت مؤشرات البورصات المصرية أداء متباينا خلال تعاملات اليوم وسط عمليات شراء من جانب المؤسسات المحلية والأفراد الأجانب، قابلتها عمليات بيع من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمؤسسات الأجنبية والأفراد المحليين. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.3% ليصل إلى مستوى 17417 نقطة، بينما صعد المؤشران EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة و EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.5% و0.3% على التوالي. أكدت وزارة المالية أنه سيتم اعتبارا من الأسبوع المقبل بدء صرف مستحقات الدفعة الأولى من الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري والتي استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 وحتى 11 من شهر مايو الماضي. وذكرت الوزارة أن المرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات وحتى 31 من شهر ديسمبر لعام 2022 بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% وحتى مشحونات 30 من يونيو لعام 2021 ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو لعام 2021 إلى 30 من يونيو لعام 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو لعام 2022 وما يليها. نما النشاط التجاري غير النفطي بالسعودية في شهر يونيو الماضي مدعوما بقوة قطاعي البناء والسياحة، وارتفع مؤشر بنك الرياض لمدير المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية من 58.5 نقطة في شهر مايو إلى 59.6 نقطة في شهر يونيو، ليزيد بفارق كبير عن مستوى فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش. وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج
الإنتاج من 61.7 من عشر نقطة في شهر مايو إلى 66.1 من عشر نقطة، مسجلا أسرع وتيرة نمو منذ مارس لعام 2015. نظمت دار الأوبرا المصرية حفلا فنيا بمناسبة الاحتفالات بالذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو والخطاب التاريخي في 3 من يوليو. نتابع. لتعزيز الحماسة الوطنية في نفوس المصريين وإتاحة الفرصة للاطلاع على ألوان من الفنون الجادة وعلى هامش الاحتفالات بذكرى 30 من يونيو، نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا فنيا انطلقت فعالياته على خشبة المسرح الكبير. يوم 30 يونيو ده يوم مهم جدا عند كل المصريين، لأن زي ما حضرتك قلتي كده مصر رجعت للمصريين في اليوم دوت، وده يوم كلنا بنعتز بيه. فالحقيقة ده يوم عيد عندنا كمان، بيبقى نهاية الموسم، فده بيبقى مسك الختام. الحفل شارك فيه كوكبة من نجوم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي وإخراج مهدي السيد. عاملين فكرة جديدة ان احنا مقدمين الأغاني الوطنية الحديثة مش القديمة، ودي شوية جرأة مننا. احنا عادة هنا في دار أوبرا المصرية كنا دايما لو مناسبة وطنية بنحتفل بالأغاني الوطنية القديمة بتاعتنا، حبينا نغير، والمايسترو مصطفى حلمي ساعد في ده، ودكتور خالد داغر رئيس الهيئة ومدام أماني، ان احنا نقدم للناس حاجة جديدة مش متوقعة، وهي الأغاني الحديثة بتاعت الثورة اللي احنا بنسمعها الأيام دي. الحفل لاقى إقبالا جماهيريا كبيرا وسط استحسان الحضور برنامج الحفل. بصراحة دار الأوبرا ما بتسيبش مناسبة جميلة إلا ما بتحتفل بيها، وخصوصا النهارده ذكرى جميلة جدا، ذكرى 3 يوليو، والأوبرا بتحتفل مقدمة 17 فنان وفنانة، برنامج جميل جدا وكلها أغاني عن الثورة، ثورة 30 يوليو، وأغاني عن الثورة عموما، وأغاني اللي هي بتمثل حبنا في مصر. طبعا ذكرى 30 يونيو دي ذكرى غالية علينا ونقلة حضارية كبيرة قوي لمصر، فلازم نحتفل بيها، وأجمل احتفال إن نحتفل بيها في دار الأوبرا المصرية ونسمع أغاني وطنية اللي بتفكرنا بتلهب الشعور الوطني والحماس. أنا بحب الأوبرا، بحب كل فرقة الموسيقى العربية والأوبرا، بحب معظم الفنانين اللي هيغنوا النهاردة ممتازين. الاحتفالات دي بتبقى ليها واقع تاني خالص. يتزامن الحفل مع ختام الموسم الفني لدار الأوبرا المصرية 2022-2023، حيث قدمت الأوبرا خلاله فعاليات فنية وثقافية متنوعة وصل عددها لأكثر من 940 فعالية. عادتها دائما دار الأوبرا المصرية متواجدة وبقوة في كل المناسبات والأعياد التي تمر على وطننا الحبيب، وبمناسبة مرور 10 سنوات على الخطاب التاريخي حرصت دار الأوبرا المصرية على تنظيم حفل ضخم قدمت خلاله باقة متنوعة من أروع الأناشيد والأغنيات الوطنية للاحتفاء بهذه الذكرى الخالدة. من دار الأوبرا المصرية، أمل صبري، التلفزيون المصري. ختام الثانية، وهذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة بصدد مناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينهي عملياته في جنين بعد يومين من العدوان أوقع 12 شهيدا وعشرات الجرحى. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله، إلى اللقاء.